نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء في البيانات الهاتف المحمول على هاتفكم سامسونج. نقوم بضغط على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الاتصالات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على استخدام البيانات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على البيانات الهاتف المحمولة. وهكذا نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل بيانات الهاتف المحمولة. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.